لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الما تي في. يواجه فريق الوداد الرياضي مضيفه نادي بيترو أتلتيكو الأنغولي في مواجهة قوية بين الفريقين، وذلك لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ويسعى النادي الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية عندما يحل ضيفا ثقيلا على نادي بيترو أتلتيكو الأنغولي، حيث يبحث نادي الوداد الرياضي عن انطلاقة ناجحة في أول مباراة له بدور المجموعات هذا الموسم ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا. ولن تكون مهمة النادي الأحمر سهلة نظرا لقوة خصمه بيترو أتلتيكو الأنغولي. وتجرى مباراة الوداد الرياضي ومضيفه نادي بيترو أتلتيكو الأنغولي يوم الثلاثاء 23 فبراير انطلاقا من الساعة 2 زوالا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. للإشارة، المقابلة بين الفريقين ستنقل حصريا على قناة بي إن سبورت الثامنة.